يلا يا شباب، اول حاجه صح وخطا بقول لك هنا ايه؟ مكعب مركب اوكي مرتين يكون عدد عناصر غير العينه 36، صح ولا غلط؟ صح 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 تمام. مسجد له خمس ابواب يكون عدد طرق دخول وخروج شخص من بابين مختلفين، هو 25 طريق، صح ولا غلط يا جماعه؟ بابين مختلفين. نعمل ايه؟ صح ولا غلط؟ خمسة توافيق تبديل تبديل. ليه تبديل؟ عشان قال لي هنا ايه؟ مختلفين اهم، باب اللي هتدخل منه ما تعرفش تخرج منه تاني، صح؟ وهيتحسب مره واحده وخلص على كده وخلاص، حسب إيه. مره ماشي؟ هنقول له مثلا خمسه تبديل اثنين هيساوي كام يا شباب عندي؟ مضروب الخمسة على مضروب الفرق بينهم هو ثلاثة، هيساوي خمسة ضرب أربعة مضروب ثلاثة 20، ادينا 20 في الآخر. طيب افرض واحد أخطأ وقال اختار توافيق، توافيق خمسة، توافيق كام يا جماعة؟ اثنين، هيدينا خمسة مضروب على مضروب الإيه؟ الاثنين مضروب الثلاثة، يعني مضروب الخمسة بأربعة، ثلاثة مضروب على 2 3 مضروب هيدينا كام يا جماعه برضه؟ 2 في 5 هيدينا برضه 10، صح؟ هيدينا 10، يعني في كل الاحوال، في كل الاحوال هيطلع الرقم ده ايه؟ خطا. خطا يعني هو سؤال يعتبر والله هديه، اعتبره هتعمله غلط، هو كده كده غلط كل الاحوال حتى لو اخطات انت. طيب احتمال الحصول على عدد فردي عند القاء مكعب مركب مره واحده هو نص فردي، كم واحد صح. فردي؟ عندي الفرد واحد وثلاثة وغيره ثلاثة من ستة. طب السؤال لك ده برضه مهم، ممكن أي حد يغلط فيه. لأي حادثتين A و B يكون احتمال A أو B اللي هي الاتحاد يا جماعة بيساوي احتمال الأول زائد احتمال الثاني، صح ولا غلط؟ لا يا أستاذ غلط. ليه غلط؟ لازم يضيف شيء للثاني بعد الأول. أيوه كده. الشيء لا مش بعد، مش بعد الأول، التقاطع قطع اللي عندي الاو الاو تبقى زائد اللي هي دي زائد، صح كلام واحد كده صح، بس صح امتى؟ اذا كان حادثتين دول متنافيتين تمام. طب انا اعرف منهم متنافيه او غير متنافيه يا جماعه؟ القانون العام بتاعنا بشكل عام بيقول لك ان البي اي اتحاد الاي البي الاول بتساوي الاحتمال الاول زائد الاحتمال الثاني ناقص التقاطع، تمام؟ لو هما متنافيتين هيبقى الموضوع ده بسيط طبيعي بنروح خلاص، هو متنافيتين غير متنافيتين هو ده بس، وهو هنا ما حددش يا جماعه الاخذ القانون العام هو الصح، يبقى الاجابه دي ناقصه، الاجابه دي كده خطا يا جماعه، يبقى دي ايه؟ اجابه خطا. الاجابه مضروب العدد 6، 6 زائد 5 زائد 4 زائد 3 كله زائد يا جماعه، زي كده نجمع 6 مع اللي تحت منه كله. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. هل صح؟ لا خطا، المفروض الضرب مو نضرب، نضرب كل ده مضروب 6 ب 720 انما جمعهم كده ما هيكملش حتى 25، اجابه خطا دي يا جماعه، يبقى دي خطا. بقول هنا يمكن تمثيل فضاء العينه برسم الشجري، صح صح طبعا صح صح. يحدد مبدا العد الاساسي عدد نوادج الروتين الحادثه، برضه ايه؟ صح يا سيدي صح برضه. مضروب الصفر اللي هو مضروب صفر يا جماعه يساوي صفر، لا واحد واحد واحد, واحد. عارفين مضروب الصفر بيساوي واحد، مضروب الواحد بيساوي برضه واحد، وبدهم ليس معناه ان الصفر يساوي واحد. شو بس ترتيب العناصر ليس مهما في التباديل في التوافيق غلط. ايوه بدي الاجابه ايه؟ هنا كده خطا يا جماعه، المفروض التوافيق تكون الحادثتان مستقلتين اذا كان احد احتمال حدوث احدهما لا يؤثر في احتمال حدوث الاخرى، صح صح. تكون الحادثتان متنافيتين اذا كان حدوثهما ممكنا في الوقت نفسه، صح. لا غير إيه؟ متنافيتين غلط. تكون غير متنافيتين بعدين غلط، لو متنافيتين مستحيل يحصلوا مع بعض، مستحيل احتمال ظهور عدد فردي وعدد زوجي،
احتمال ظهور مثلا خمسة او غير كده، مثلا احتمال اللون الاحمر واخضر في نفس الوقت، بطاقة لها نفس اللون مع بعض، ما ينفعش برضه. تريد مريم ان تدعو خمسة من زميلاتها في الصف الى حفل مناسبة تخرجها اذا كان عدد زميلاتها 15 وهي تدعو منهم خمس. وبعدين اخترت المدعوات عشوائيا، فما احتمال دعوة ليلى وهند ونرباط وزين وسميرة على الترتيب 1 2 3 4 5 يلا على الترتيب يا جماعة. شوف تحت كم خط نستعمل هنا يا جماعة. طبعا أول حاجة اختيار ليلى وهند والناس دي كلها، ده كم احتمال عندي؟ احتمال واحد بس صح؟ الفكرة عايز أجيب كم عدد الفيريبل اللي عندي؟ دي كلها كام؟ كم عدد التكرارات؟ ماشي؟ كم خمسة؟ كم خمس طلاب؟ أكونهم من 15. هستعمل التبديل هنا توافق يا شباب؟ ها؟ تبديل أم توافق؟ توفيق لانه لا على الترتيب تبديل الترتيب اهو. يعني اول واحده هتدعيها هي ليلى، اللي بعدها هند، اللي بعدها رباب، اللي بعدها زيد، اللي بعدها سمير. لازم على الترتيب. فانا هجيب ايه يا جماعه؟ الاول هجيب عدد الطرق كلها، عدد كل التكرارات هيساوي 15 مضرب تبديل 5. ماشي، رقم هيبقى كبير من غير غلط، الحسب كله 15 صح؟ 15 تبديل 5. بعدين يلا يا 15 تبديل ايه؟ ضرب 5. شوف كم؟ 320,000 و60. يعني الحل الصح يا ما اقول له ايه؟ 1 على 320,000 و60. الحل الصح 1. ده الصح. يبقى ده غلط يا جماعه، ده غلط. ماشي، تتكون لجنه نشاطات مدرسته من 10 طلاب اذا اختار مدير 3 طلاب يا جماعه منهم لتزيين مدرسه مدخل مدرسه. ما احتمال اختيار حسين ومصطفى وصالح؟ قال لك الإجابة 1 على 120. أستاذي توافق طبعا اختيار توافق، ما قال مصطفى صح يا جماعة، ما يهم الترتيب فيهم من الأول صح؟ هم مجموع مع بعض ودول بيجوا مرة واحدة مع بعض، تكرار مرة واحدة بس تمام؟ أستعمل هنا أجيب العدد الكلي التوافيق، يبقى 10 توافيق كام؟ 3 هتساوي مضروب 10 على مضروب 3، الفرق بينهم هو كام؟ 7 يا أستاذ. اتفضل. أنا شفت واحد قال له مثلا لو في 10 توافيق 3 اضرب 3 الاعداد اللي جنب العشرة وخلاص، ما يحتاج تسوي هذا القانون. ده في التبديل. في التبديل يعني. التبديل بس صح؟ في التبديل اي، التبديل مثلا عندك اهو 10 تبديل 3. معناها ايه؟ اضرب 10 ثلاث ارقام في بعض اكبرهم من 10. يبقى ال 10 ضرب 9 ضرب 8 بس. تمام. وإجابة صح 100% بس في التبديل مش في التوافيق. يبقى ال 10 يا جماعة فكاه 10 في 9 في 8 في 7 مضروب وقف عندي. بعدين احذف ال 7 3 في 2 زي ما هي وال 7 زي ما هي. 3 مع 9 فيها 3 دي مع دي فيها ال 4 ادينا كام يا جماعة؟ 12 في 10 120 يبقى 1 على 120 صح. إجابة صحيحة 100%. طيب رتب وائل 15 مقعدا في دائرة. ارفعها بس. رتب وائل يا جماعه 15 مقعد في دائره. دائره بقول لك اهو، يعني معناها ان هو دائره حاجه دائريه. الاول لقاء تعرف ان انا مش عارف ايه، اختار الافخاص مقاعدهم بحيث يا جماعه قال لي فيه نشاط اهو. ما احتمال ان يجلس وائل على المقعد الاقرب الى الباب؟ استاذ خلاص هنا صارت خطيه لانه حدد. اصبح حدد تبديل ايه؟ خطيه عاديه. خطيه عاديه، هم اكنهم 15 واحد جنب بعض، قاعدين جنب بعض كده واقفين جنب بعض، هيصطفوا كده مع جنب بعض كده. تبديلهم بتساوي كام؟ اقول له مضروب ال 15 مضروب ال 15 تيجي معاه، او هنا اقدر استعمل برضه موضوع الحوادث المستقله غير المستقله.
اقول له مضروب الباقي اللي هو 14 على مضروب الكل ويطلع اجابه صح برضه 100% يا جماعه. هات عندك كام دي زي ما هي اهي على 15 14 مضروب دي تروح مع دي حسابه واحد على كام يا جماعه على 15 تمام. بس تقول لي هنا 7% اعمل ايه؟ لو جايبين حاسب اهو نقول له نقسم لنا واحد على 15 بكام؟ اس دي اهي يا جماعه ستة سبعة إجابة صح صح, صح. لأنه عندنا قرب أي ما تقرب من الستة دي هنا عن السبعة من مية تقريبها سبعة من مية صح مية يبقى ده يا جماعة صح. طيب ألقي مكعبان مرقمان أو بالاحتمال أن يكون مجموع الرقمان أصغرين تسعة أو طالما قال لي أو يبقى إيه تنافي وغير تنافي أو أن يكون متساويين هجيب احتمال ده واحتمال ده وشوف يا جماعه لو في شيء مشترك تبقى غير متنافيه. اسال المكون الاصلي ما هي متنافيه بس هذه متنافيه متنافيه طبعا. التسعه كم مكون زي التسعه؟ 3 و6 5 و4 و6 و3 5 و4 و4 و5 ما في وحده نفس الشيء بس اربع حاجات هم اربعه يبقى 4 على 36. طب والثانيه بقول لك ايه؟ ان يكون متساويين كم؟ 1 و1 2 و2 لحد 6 في 6 يا جماعه كم واحدة؟ ستة. واحد واحد اثنين واثنين ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة يبقى ستة. بعدين أجمع. ستة على 36 اجمع كله هيدينا 10 على 36 اقسم على الاثنين يا جماعة على الاثنين مش كده صح ولا في حاجة غلط؟ صح صح اقسم على الاثنين يا جماعة ادينا كام؟ خمسة على إيه؟ على 18 يبقى ربع غلط يا جماعة ربع دي خطأ. يلا يا جماعه السؤال ده برضه سؤال حلو. السؤال ده اتكرر يا جماعه كل الدروس بيجي السؤال ده ولكن بشكل مختلف حسب كل درس. يحتوي صندوق 16 بطاقه حمراء وزيهم زرقاء سوداء خضراء ماشي ورقمت من 1 الى 13 كل واحده فيهم. اذا سحب بطاقتين من الصندوق ده ارجاع دون ارجاع يا جماعه خلي بالك. كم احتمال سحب بطاقه سحب رقم 5 او لونها اخضر الاول يا شباب او دي معناها ايه ضرب ولا جاء متنافيتان وغير متنافيتان نجمع. طيب نجيب الاولى يا شباب رقم 5 موجود كم مره؟ مره واحده ازاي 13 ازاي مره واحده؟ لا استاذ في كل لون موجود مره أربعة. أيوة. أربعة. الحمراء أربعة. موجود مرة، الخضراء مرة، الزرقاء مرة، السوداء مرة، يبقى أربع مرات. إيه صح صح. يبقى احتمال خمسة أربع مرات، وكلهم كم مرة يا شباب؟ كلهم كم؟ اضرب 13 في 4 ب 52 مرة. 52 زائد لأن هو قال لي أوت. ها؟ لونها أخضر يا جماعة. كم واحدة خضراء عندك؟ عندي أخضر 13 واحدة. يا أستاذ أنقص من العدد الكلي على 51. لا خلي بالك وقال لك هنا ايه على هو قال دون ارجاع قال دون ايه؟ دون ارجاع ماشي؟ استاذ انقص من الاخضر واحده والعدد الكلي انقص منه اربعه الاخضر هيفضل اخضر دين ازاي؟ الاخضر ما ينقص زي ما هو انا ما اخترتش منه حاجه. طيب لا هو السؤال ده فين لفه؟ فين لفه يا جماعه؟ دون ارجاع هنا طب لو حسبناها هي 52 زي ما هي طب 52 ما احنا خدنا الاولى خلي بالك اقول لك على شيء احنا لما خدنا 4 مثلا على 52 الاولى نقصت 1 صح يبقى هنا 51 تصير 12 ودي تصير كام؟ هي 12 12 تصير 12 برضه ونجمع يا جماعه كده نجمع يلا اعملها اللي ما حاسبه كده اعملها يا جماعه اللي ما حاسبه كده اعملها وطبعا هتطلع هيطلع غلط ان دي معناها ايه؟ دي معناها 4 على 52 زائد 13 على 52 مره يا جماعه. دي تجمعها تديك اخر 16 طرح كام كمان؟ طرح المشترك بينهم صح؟ طرح المشترك اللي هو 1 على كام؟ على 5 ده 1 ب 52 يبقى في الاخر كله 16 على 52 اقسم على 4 يديك 4 على كام يا جماعه؟ 13 دي في حاله ايه؟ في حالة لو كان مع الإرجاع يا جماعة، إذا كان مع الإرجاع أعمل كده، يطلع الحل أربعة، يطلع الحل ده صح، ولكن دي بدون إرجاع،
يبقى حله خطا. الحل ده خطا يا شباب ماشي، عشان هو قال لي بس ان هي ايه غير مستقله. طب اختيارات يا شباب، اختيارات عندي ارقام مكعبين مرقمين مرتين، ما احتمال الا يظهر العدد ستة؟ هنعمل ايه؟ ابسط شيء نجيب احتمال يظهر عدد ستة. المره الاولى مثلا يا جماعه بيظهر كم مره؟ واحد على ستة. واحد من ستة احتماله واحد على ستة. ومرة الثانية واحد على ستة برضو واحد على ستة. برضو واحد على ستة. طيب لو قلنا مثلا الأولى ده أول مرة يا جماعة، أجيب لها ألا يظهر احتمال عدم الظهور. خمسة على ستة. يبقى واحد على ستة، أو أقول ستة على ستة ناقص واحد على ستة بيدينا كام؟ خمسة على ستة صح؟ والثانية برضو خمسة على ستة، يبقى خمسة على ستة ضرب خمسة على إيه؟ على ستة صح؟ هيدينا 25 على كام؟ 36. طب قول كمال مكعب مرقم مرتين، مرة بعد مرة ثانية، ما احتمال أن يظهر أن يحصل على الزوجي في الرمية الأولى؟ رمية مكعب يا جماعة مرة واحدة أول مرة. أستاذ النصف نص، نصف نص يعني ربع ألف. وسم عدد فرد الرمية، خليني أقول لك إيه؟ الرمية الأولى مرة ثانية مرة ثانية عدد فرد. طيب اول مره يا جماعه زوجي نص، والثانيه برضه ايه الفرق برضه يعني نص، يبقى يساوي ربع. اختارت نقطه عشوائيا داخل الدائره يا جماعه، دائره جوه دائره ثانيه، دائره جواها دائره، قال لك ما احتمال ان تكون ايه في الدائره المظلله الصغرى. هجيب زي ما قلت قبل كده مساحه الدائره الصغرى 16 باي الصغيره يا جماعه 64. نص قطرها كام بس دي؟ سؤال نص قطرها كام؟ يعني كتر كل أربعة. يبقى النص كتر عندك الأولاني باثنين، يبقى اثنين تربيع كبار واقسم على الكل. الثاني كله كام يا جماعة؟ مش كتر الثاني المسافة دي خلي بالك أربعة، عشان أنا كده واحدة أهي المسافة دي يا جماعة أربعة تمام، ونص كتر دي اثنين، يبقى اثنين زائد أربعة يطلع كله كام؟ ستة. يبقى الثاني تحت الكبيرة دي نص قطرها ستة، تربيع ب 36 يا جماعة، قول له 36 دي أربعة مع 36 ادينا كام؟ واحد على تسعة، والباقي واحد مع الضرب. والحل عندي أهو موجود، واحد على تسعة واحد على تسعة. يبقى أنا عملت إيه يا شباب؟ جبت مساحة الجزء الدايرة الصغيرة على مساحة الدايرة الكبيرة زي ما اتعودنا قبل كده. نقطة عشوائية هنا، شوف بقول لك إيه هنا؟ ما احتمال ان تقع على KM؟ فين ال KM اهي؟ KM 11 على 14 هي كلها 3 و7 10 14 11 على كام؟ على 14. لو عملتها بالحسب هتجي لك ايه؟ حسبت 11 على 14 السنين 78% يا شباب، 78% اقرب حاجه ليها، 78% اقرب حاجه فين؟ 79 79 سنه استاذ سنه. ايوه يا فايز معانا سنه طلعت الغير استاذ ايه؟ طلعت الغير، طلعت بره الدرس؟ اقول طلعت لي غير استاذ. ليه؟ اقسم اقسم كده 11 اقسم 11 اساس على 14 طلع معاك كام؟ ايوه طلع كام معاك؟ 7 8. طيب ما هو بالتقريب مش صفر، بالتقريب 7 8 بعدها ايه كمان؟ 5 7 1 في 5، الخمسه اكبر من واحد، اكبر من خمسه او اكثر تسجل صحيح بعدها صحيح. واحد زود لي واحد كمان تبقى 79 ماشي، زودت واحد اخذ اقرب واحده للحل يا فايز، اقرب حل لها مش لازم يكون حل بالظبط، اقرب شيء للحل هو دي. طبعا يا جماعه سؤال اختيارات لازم يكون لك فيه ايه؟ قلنا اجابه صح. بيقول لك وقف خمس لاعبين كرة سلة في خط مستقيم لانتقاص صورة، ما احتمال ان يصطفوا من الاقصر الى الاطول؟ نحلها ازاي؟ هل نحل الاول واحدة ب 120 ولا واحدة ب 10؟ يا استاذ هنا الترتيب مهم. طبعا ده مستحيل يا جماعه، ده مستحيل. مفيش احتمال بكل ايه؟ كل واحدة ب 10. ما علينا، هو مش احتمال هو واحد على حاجة. لا هو مو احتمال، معلش ده عدد، معلش هو عدد. ما احتمال.
الفكرة ايه يا جماعة؟ هم خمسة جنب بعض هيستقوا، تمام؟ طيب اعملها ازاي؟ واحد على مضروب الخمسة واحد بس. لا هو ما لكش احتمال، ما طلب احتمال، مكتوب ما احتمال الناس من يحتمل ان يصطفوا. صح. واحد على مضروب الكام فعلا؟ مضروب الخمسة اللي هو كام عندك؟ اللي هو خمسة في اربعة في ثلاثة في اثنين لحد الكام يا شباب؟ لحد ال 120 تقريبا، صح؟ خمسة ايه 120 اربعة في ثلاثة في اثنين واحد، دي مع بعض 12 ضرب 10 في 12 ب 120 ب 121 ده اللي صح. طيب اذا القي مكعب الارقام ما اربع مرات اي نويات يحد على نواتك مره واحده يا جماعه عندي كم نتيجه؟ عندي 6 والثانيه 6 ثالثه 6 الرابعه 6 ما تقدرش 36 في 36 ما هو مصرب ناتج بس ضرب طريقه بس طريقه فقط بيعرف انت فاهم ولا لا. إذا أرقام التجمع كان عدد نقود مرتين ماشي جبنا نتائج ال ال و ال تي و تي ال اللي ناقصنا يا شباب اللي ناقصنا خدناه النتيجة الرابعة هو مين؟ تي 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 واضح. عدد طرق اختيار ثلاث طلاب من سبع طلاب تمثيل مدرسة في مسابقة أستعمل إيه؟ 7.3 ولا 7.3 ولا مضروب 7 ولا طبعا دي مستحيل طبعا خمسة أرقام سبعة دي. هل في ترتيب عندي؟ هل في ترتيب عندي خلال الثلاثة دول؟ ولا أي ثلاثة خلال ترتيب وخلاص؟ مثلا أقول لك أحمد وإبراهيم وحسن، هي نفسها حسن وإبراهيم وإيه؟ وأحمد، هتفرق. يبقى أستعمل إيه يا شباب؟ التوفيق. فين التوفيق على طول؟ إذا اخترت عشوائيا تبديلا للأحرف ده إيه؟ الفاء والهمزة والسين والفاء والياء والسين والألف. احتمال تكون كلمة خسيفساء هيساوي كام؟ طبعا احتمال يا جماعة دي بتيجي مرة واحدة. الفكرة عندي أحسن عدد كل كام؟ عدد الطرق كام؟ هتلاقي عندك حرف الفاء مكرر مرتين والسين برضه موجود مرتين يا جماعة. بقول له إيه؟ هم كلهم 7 أرقام، كده 7 حروف 1 2 3 4 5 6 7 مضروب السبعة على عدد إيه يا جماعة التكرارات؟ الفاء مرتين والسين مرتين ونحسبها دي. اطلع معاك بكام؟ مضروب السبعة اللي هو 7 6 5 4 3 2 1 2 في 2 تحت 4 السبعة في 6 بكام يا شباب؟ 7 في 6 42 صح؟ نحاول نجيبها كده بشكل سريع 42 و5 في 2 ب 10 يبقى 42 في 10 ب 420 لسه ناقص لك مين في 3 اضرب كله يا جماعه 3 يا جماعه كده 3 يبقى انا 0 3 في 2 ب 6 12 يبقى 1260 يبقى الحل عندي يا جماعه ايه؟ كلمه الحساب تيجي مره واحده بس من 1260 مره اختار ايه؟ 1 في 1260 حبيت برضه تحب الحسبه براحتك انت عملت ايه؟ يلا يا جماعه محل البيع الملابس في 9 ماركات وبدائل وبدلات 9 ماركات من البدل لكل منها 5 موديلات مختلفة ولكل موديل 4 ألوان مختلفة كم نوع يا جماعة؟ مبدأ العد الأساسي نضرب إيه؟ 9 في 5 في 4 الأربعة في 5 ب 20 في 9 ب 100 وإيه؟ 120 أستاذ 180 2 في 9 ب 18 رح تصف كان 180 فاز. طيب من 10 اعضاء مجلس اداره الشركه يراد اختيار رئيس ونائب رئيس وامين سري. عدد الطرق كم يا جماعه؟ كم عدد الطرق؟ اعمل ايه؟ هل هستعمل تباديل ولا توفيق؟ هنا يا فايز قال لي الرئيس الاول ولا النائب الاول؟ ها؟ ليه يا فايز؟ رئيس ونائب رئيس وامين رئيس. 10 10 توافيق 3 توافيق، ما قالش ترتيب هنا. لو قال لي كلمه على الترتيب او قال لي مثلا بحيث يكون فايز هو الرئيس يكون مثلا ابراهيم هو النائب كده يا جماعه الترتيب هنا ما قال ترتيب ابدا استعمل هنا توافيق بقول له هنا ايه كلهم 10 توافيق كم توافيق 3 3
هتساوي مضروب العشرة على مضروب الثلاثة مضروب الفرق اللي هو سبعة، ونفكها هتبقى عندك ايه العشرة التسعة ثمانية في سبعة مضروب ثلاثة اهي اثنين في سبعة مضروب. اختصر كده دي معرفة مع الاثنين قصدي فيها الاربعة دي فيها الثلاثة، يبقى اربعة في ثلاثة بكام يا جماعة؟ اربعة في ثلاثة بكام؟ في عشرة ب 120 120 صح صح يا جماعة واضحة يا شباب؟ ايه واضحة هسه. احتمال استقرار المؤشر على اللون الرجماني للمؤشر ده لما يجي لي حاجة زي بعمل ايه؟ بجيب قياس الزاوية على قياس كله 360 وتقسم عادي. يلا الرجماني عندي يا جماعة اهو ب 135 اقول له احتمال الذكر على الرجماني بيساوي 135 على 360 برضه نجيبها بالحسبة يا جماعة ايه؟ عشان الوقت 135 على 360 بس دي كام؟ 375 من 1000 375 من 1000 هي كام يا شباب؟ 1000 رقم ايه؟ وقف خمس لاعبين على خط مستقيم لانتقال صورة ما احتمال ان يقف مالك في الوسط وصديقه المفضل عن يمينه. يا سلام يلا يا جماعه هنعمل ايه؟ مضروب الثلاثه. ايه؟ مضروب الثلاثه على هم خمسه مضروب ثلاثه صح؟ على مضروب الخمسه على مضروب الايه؟ الخمسه صح؟ ان الترتيب هنا مهم ولا مش مهم؟ 21 الترتيب هنا مهم ولا لا؟ مهم لان هو قال لك مالك هيقف وصاحبه جنبه الترتيب خلاص اهو بيجوا مره واحده البيئه كام؟ البيئه ثلاثه يبقى الباقي مضروب الباقي على مضروب الكل هتساوي دي ثلاثه مضروب زي ما هي في خمسه اربعه ثلاثه مضروب ده راح معناه خلاص بتساوي واحد على كام؟ 20 مره واحده. كيس يحتوي على كرتين زرقاوين وتسعة حمراء يبقى كلهم 11 احتمال سحب كرتين حمراء الواحدة تلو الأخرى دي حوادث يا شباب بدون إرجاع بدون إرجاع حوادث غير إيه غير مستقل صح نقول لك بدون إرجاع الأولى الحمراء تسعة وكله 11 ضرب الحمراء نقصت واحدة بقت 8 يا شرف على كام؟ أخرى. على 10 اختصروا اختصر كده يا جماعه الاختصار على 2 فيها 4 على 2 فيها 5 4 في 9 ب 36 5 ب 55 ودي يا جماعه ابسط صوره كده ابسط صوره تمام هي دي. القى كمال مكعب مرقم من مرتين خلال يا جماعه مرتين ما احتمال ان يحصل على عدد زوجي المره الاولى دي جايه بكده يا جماعه صح؟ جايه بكده اللي هو نص يس والثانيه برضه نص نص في نص في كام؟ مرق جه قبل كده السؤال ده رسمت دائره نص قطرها ثلاث وحدات داخل مربع طول ضلعه تسعه هذا المربع تسعه يا جماعه جواها دائره نص قطرها مثلا كام؟ ثلاث ده طول ضلعه تسعة قال لي السؤال ايه يا شباب؟ واختارت نقطة عشوائيا داخل مربع ما احتمال ان تقع داخل الدائرة؟ هنعمل ايه؟ ها نجيب مساحة الدائرة ونقسم على مساحة بس خلاف الخيارات عن الخيارات عندك في باي موجودة اي باي موجودة ما تحسبها خلاف زي ما هي الدائرة صح ناقص تربيع صح او باي ار تربيع يا جماعة ار بثلاثة تربيع بتسعة يبقى تسعة باي على كام؟ تحت المربع الضلع في نفسه فتسعة في تسعة يعني شو؟ تسعة تروح مع تسعة يبقى لنا كام؟ باي على تسعة بس باي على تسعة ايه رقم بي؟ سؤال بيقول لك ايه؟ إذا كان احتمال حدوث ايه يؤثر في احتمال حدوث بي فإن حالتين ايه وبي تكون ايه يا جماعة؟ مستقلتين ولا غير مستقلتين ولا متنافيتين ولا غير متنافيتين؟ غير مستقلتين غير مستقلتين إن الأولى بتؤثر في الثانية
لأي حادثة إيه إذا كان احتمال إيه 3 من 10 فاحتمال المتممة بيع الإعلان شفرة إيه معي بس ما هي واضحة الإعلان شفرة أنا أقول لك من معناها المتممة يا جماعة ليه أطرح من كام؟ واحد ناقص 3 واحد ناقص 3 من 10 يدينا إيه؟ 7 من 10 7 من 10 ما هي محتاج طيب رمي مكعبين مركبين مرة واحدة ما احتمال أن يظهر العدد نفسه على كل من المكعبين أو أن يكون مجموع العدد كما شباب 9 صح السؤال ده ليه هل بكده صح؟ يظهر العدد نفسه يا جماعة تبع المفروض كم مرة عدد نفسه؟ 6 مرات اللي هي إيه؟ الفكرة هو 1 و1 أو 2 و2 أو 3 و3 لحد 6 و6 ده 6 مرات يا جماعة طيب والثاني اللي هو على المجموع 9 اللي هو قلنا ايه 4 و5 او 5 و4 3 و6 6 و3 صح كم مره يا جماعه دول دي 4 مرات صح كده في شيء مشترك بينهم هل في نواتج مشتركه في رقم زائد نفسه بيساوي 9 مستحيل مفيش 4 ونص ما ينفعش يبقى يا جماعه اقول له 4 دي منها نافيه 4 على 36 زائد الثانيه 6 على 36 اللي هي دي يا جماعه 6 ارقام كلها هيساوي 10 على 36 اختصر على 2 فعل 5 2 فعل كام؟ 18 يبقى 5 على 18 ده اللي صح يا شباب طيب تعتبر حادثتان ظهور عدد فردي او اكبر من ثلاثه عند رمي مكعب ارقام متنافيه ولا غير متنافيه؟ غير متنافيه تاني لا غير متنافيه طب ليه؟ ان ايه؟ شوفها ظهور فردي واحد او ثلاثه او خمس ده فرد طب اكبر من ثلاثه الخمس موجود هنا وموجود هنا يا جماعه موجود في الاثنين يبقى دي غير متنافيه اخر سؤال يا شباب احتمال الحصول على كتابة أربع مرات عند إلقاء قطعة نفط يساوي كام؟ نص ده هي مرة لا. واحدة نص أربع مرات يبقى نص نص في نص هيساوي واحدة على كام؟ على 16 لحد يقول لي 4 ضرب نص لا يا جماعة دي حوادث إيه؟